بحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني البوانيس وحكماء وأعيان المنطقة، نظمت دار البوانيس للثقافة والتراث وقفة تضامنية بمستشفى سمنو القروي مع الأطقم الطبية وفريق الرصد والتقصي البوانيس. نظمنا وقفة تضامنية زي ما شبحتوا، احنا مروا زوز من الأطقم، زوز من الأطباء، البقية الأطباء اليوم عندهم ياخذوا في عينات ومشغولين، هذا اللي تمكننا جو على عجالة. أكثر شيء نقدر نقدمه لهم أنه صفقنا لهم، يعني ما عندناش شيء آخر نصر أكثر من التصفيق نحييهم. والأستاذ بشيرة ونعزف القطعة الموسيقية لهم، حيث تم استقبال فريق الرصد والتقصي بالتحية والشعارات التشجيعية لهم، معبرين من خلالها عن شكرهم وتقديرهم للأطقم الطبية العاملة في مواجهة فيروس كورونا وتشجيعا لهم. احنا كمجتمع مدني نتضامن بكل قوة ونشد على إزرهم، ونتمنى من المواطن أن يسمع الإرشادات ويتعاون مع الدكاترة في حتى نتجنب أو حتى نقي أنفسنا من هذا الوباء. كما قدم الحضور معزوفة موسيقية لهم تعبيرا عن مدى تضامنهم معهم، كما شارك في الوقفة الأطفال رافعين لافتات كتبت عليها شعارات تعبر عن سعادتهم بما يقوم به فريق الرصد والتقصي من أجل سلامتهم وسلامة عائلاتهم.